السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. النهار ان شاء الله غادي نتحدثوا على واحد الموضوع ديال الاحلال. كلمة غريبة، ولكن خصكم اي حاجة متعلقة بالاناني خصها تدوز عليكم. الاحلال اسمه، هو المعنى ديالو بالنسبة لتربية الاناني. الاحلال وهو هذوك الصغار اللي غادي يكبروا عندنا. دابا خلينا حنايا بدينا كنا كنهضروا في الاول مع المبتدئين، دابا خص هذوك المبتدئين شويه يطوروا من راسهم ويوليو يعرفوا هاد المصطلحات. الاحلال وهو هاد الصغار اللي عندنا، يعني غادي نخليو منهم واحد 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 النتوات اللي غادي الذكوره راه ماشي مشكل، تقدر تخليو غير واحد والشيء الاخر تبقاو تبيعوا منه، ولكن النتوات سموهم شكون هما النتوات اللي صالحين للاحلال. الاحلال سموهم اللي يعني سموهم النتوات اللي غادي نخليهم عندنا وغادي نكسبوهم حنا بالدارجه ديالنا، كنقولوا غادي نكسبوهم للمره اخرى. سمو هي النتوات، سموهم المواصفات ديالها. كاينين في الحقيقه اربعه ديال المواصفات اللي خصنا نديروهم يكونوا في النتوات ديالنا اللي غادي نخليوهم في يعني الامهات كامهات. نفرضوا باللي عندك واحد الخلفه، صافي دازوا فتره الفطام، بداو كيكبروا واحد شويه تبارك الله. احنا غادي نبقاو نراقبوا القطيع ديالنا. كيفاش غادي نراقبوا هذا القطيع ديالنا؟ ملي غادي نشوفوهم غادي نشوفوا تفاوت الاحجام. اي قطيع كيكون فيه واحد التفاوت في الاحجام، يعني كاين اللي كتكبر دغيا، كاين اللي كيبقى كليول شي شويه، كاين اللي كتغلاض، كاين اللي الظهر ديالها كيولي متيسع وكتجبد. كل وحده وسبحان الله الرزق ديالها، داكشي ديال الله. شي وحده اللي كتكبر دغيا هذيك حطوا عليها العين وقولوا بلي هذه غادي نخليوها. دابا انا هاني مخليه هنايا واحد 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 ذكر، ذكر هذا مخليه عجبني. ها هما الخوت راهم كاينين ليها، ولكن هو عجبني خليته بوحده هنايا، كنتهلا فيه بوحده. وهذا ان شاء الله راني مخليه. هانتوما شفتوا تبارك الله كيفاش كيدير، غير بوحده خوتو جالسين ولكن هو كيتركل. هذا قولوا بلي راه مزيان، راه 100% غادي يكون مزيان ان شاء الله. ان شاء الله اي حاجه بالرضا ديال الله كتولي مزيانه، ولكن بالعقل خاصكم تخليو لواحد حيت الا كنتو كتبغي تعطيو لشي واحد، يعني تخليو له واحد ذكر او نتوه، نتوما كتبقاو تبعينو من الصغر ديالو. شفتيو حيوي صافي فرزوه لواحد الجهه، الشيء الاخر احلال. الشيء الاخر هذاك اللي فرزناه هو الاحلال. اما الشيء الاخر اللي غير جالس ولا ما كيكبرش بدغيا ولا هذاك الشيء، هذاك الشيء هو الرزق اللي كيجيكم من عند الكيلو. ما كنسميوه الكيلو، يعني بالميزان. واخا يكونوا واحد قليول وواحد اخر قليول، بجوجهم جابوا لك واحد 5 كيلو بعضياتهم، يعني جوج ونص جوج ونص، واخا هما كبارين ماشي مشكل بيع. ثانيا كاين احنا هضرنا الاول على اللي كيكبر دغيا، ثانيا اللي فيه الحيويه. بحال دابا هذا تبارك الله انتم كتشوفوه، ها هي حيوي، يعني كيبان لك كيتنقل من واحد الجهه لجهه وكيلعب غير بوحده، واخا ما كديروا لا فيتامين لا والو، داكشي طاقه عاطيها له سيدي ربي. هذاك عاوتاني احلال، حتى هو يبقى، عقلوا على كلمه احلال، حتى هو خصو يبقى، كياكل مزيان ما معذبكش ما كيجيش اسهال بزاف. وثالث حاجه هي المحافظه على السلالات. انتم كتكونوا جربتوا شي سلالات وكتقولوا بلي مثلا الكاليفورني صدق لي في الولاده. انا عندي الشانشيلا ما نفرطش فيها، واخا تكون كيما بغات تكون الشانشيلا نخليها ابار، لان هي صادقه الام كام صادقه 100%. بالنسبه للبابيون صادق كذكر. انتم كتبقاو تفرزوا غير بوحديتكم، غير منك راسك كتبقاو تكتسبوا التجربه، كتقولوا بلي مثلا نيوزيلندي انا ما كيعجبنيش، الخلفه ديالو قليله والذكر ديالو حتى هو عيان. حدا دابا هادي نيوزيلندي مخلي لواحد السيد هو طلبو من عندي، ماشي انايا انا. المهم نيوزيلندي كنحاول نحيدو عليا، ولكن هو قال لي خلي لي نيوزيلندي. انا درت الطلب ديالو راني فاز له واحد على جنب، ولكن نتوما كتبقاو تشوفوا السلالات اللي صدقوا لكم في الولاده ديالكم، ما تفرطوش فيهم. شانشيلا، كاليفورني، بابيون، هادو ما تفرطوش فيهم. بحال مكحل انا ما كيعجبنيش، نبغي نحيدو عليه، اللي عينيه كحل كنبغي نحيدو عليه. وانتوما على حسب الكاج اللي دايرينو، على حسب الجو اللي دايرين. بحال دابا انا دايرهم في السطح، انتوما مثلا غتكون دايرينهم في واحد البيت، ولا درجه الحراره ديالي انا ماشي بحال درجه الحراره ديالكم. تما سلالات اخرين يقدروا ينجحوا لكم. هكا كتبقاو غاديين، كتبقاو داك
تكتسبوا تجربه غير من داك الشيء المحيط اللي عندكم نتوما. كل واحد عنده المحيط ديالو خدام به يتمشى عليه، ماشي مشكل. كل داك الشيء كيختلف من 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 جهه لجهه على حسب سميتو المناعه ديال انت، الجو اللي خلقتي لهم. مثلا انا عاطيهم البرد دابا والبرد كيصوب فيهم، واحد اخر لا غير خاشيهم في واحد الجهه وداك الشيء سميتو هما طايحين لهم ودنيهم وهادي، هو عاجبه الحال كيقول انا راني مزيان. كل واحد كيفاش كيدير، يعني المحافظه على السلالات في قضيه الاحلال مهمه ومهمه بزاف. يعني هو منو راسو السلالات اللي صدقوا له يخليهم ابار، يقول هادو هادي هادي كاليفورني نخليه، هادي نيوزيلندي نخليه، منو راسو. يعني نتوما على حسب داك الشيء اللي نتوما صدق لكم في الجو اللي نتوما دايرينه. راه مهمه هاد الفكره بزاف، انتبهوا معايا لان مهمه ومهمه بزاف، خصكم غير تفهموا شنو اللي كنقول. رابع حاجه وهو التوريث. مثلا واحد الام كتولد، انتم ملاحظين كتولد من 9 الفوق، 9 10 11 12 مزيانه، ام حنون كتربي ولادها مزيان، ما عندهاش مشاكل، ما كتغطي ولادها مزيان، كترضعهم مثلا 3 المرات في النهار ولا 2 المرات، ولكن ام مرتبه ومنظمه. هذيك حتى هي علاش ديك الصغار ديالها علاش غادي نفرط فيهم؟ الصغار ديالها غادي هما داكشي كيتورث مادام هي دايره هكاك. سبحان الله، حتى الام حتى الانسان كيقول لك قلب البرده على فمها تشبه امها، كذلك القنين. الام كتكون مثلا كتمشي تدخل الكوزينه وسميتو وكتهتم بالصغار ديالها ومسكينه ومحماه وهذه، حتى بنتها هكا كتطلع، لان البنت ديالها كتشوف امها شنو كدير، كتبقى دير بحالها. كانت ام مثلا غير جالسه كتصبغ الظفار، خدامه مثلا في بنكه ولا هذه ولا هذه، حتى الام حتى البنت ديالها كتخرج هكاك. ما يمكنش شي ام كدير سميتو كدير واحد عندها واحد المواصفات وكدير واحد الخدمه وبنتها غتخرج مختلفه عليها. لا، داك الشيء اللي كتكون عليه الام سبحان الله حتى كيطلع حتى في البنت. كذلك القنين، منين كتكون الام هي عاد يلا صغيره وانتم خديتوها من عند مواين، امها كتولد مثلا غير واحد العدد كبير، سبحان الله حتى هي كيخرجوا عندها العدد الحلامات بزاف وكتبقى تولد بزاف وكتكون ام حنون. واخا يعني هذا الشيء ما كي حيت الفتره ديال الفطام يعني كتفرق على امها، ولكن سبحان الله كما كتكون المواين حتى البنات ديالها كيكونوا هكاك سبحان الله العظيم. يعني هذه بالتجربه، يعني هذو اربعه الاشياء ديال الاحلال. الاحلال قلنا هو اسمه هو انك تخلي واحد المجموعه ليك باش تكسبها. هذوك اللي سميتو نهضروا عليهم بعجاله، كاين الارانب الصغار اللي كتلاحظوا انهم كيكبروا دغيا، كاين اللي فيه الحيويه بزاف وكيتنقل من مكان لمكان وديما ودنيه طالعين ومزيان، هذاك حتى هو خليوه. بالنسبه عاوتاني للسلالات اللي نتوما كتحسوا بها اللي توالمت مع الجو اللي عاطينها نتوما وصدقت لكم في الامهات، خليوها حتى هي ما تفرطوش فيها. وقضيه ديال التوريث اللي كتولد بزاف وام حنون وما كديرش شي اخطاء كبيره، مثلا كتولد في الوقت، كاين اللي كتولد في الوقت، كاين اللي كتبقى تعطل، لا كاين اللي كتكون داك الشيء عندها بحال اللي تقول ماكينه ديال الطبع. سبحان الله، كتكون كي كتولد كتلقح، نتوما كتكونوا حاسبين لهذا دايرين لها واحد الكتاب، كتقول